بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم من أشواط التميز، أشواط النخبة. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه، وهو شوط خاص بالإذاعة الإبكار المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، وأرناك اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط الفائزة التابعة لهجن العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الثاني، التحديات لنجدة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير انضمرها. نتابع المركز الثالث وانخلي، تأتي ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري. نتابع المركز الرابع والتحديات للزعبيل بشكلها الفريد، تنطلق مع المركز الرابع التابعة لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير من يتابع انطلاق الزعبيل. خامس التحديات الشاهينية من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بن العري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر نتابع مهابة من تتسلل، تنطلق مع المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم محمد الفرد بناموس هذا الشوط. منذ البداية وهي على رأس الحرب على قمة هرم هذا الشوط، تقدم الأداء المتميز، تقدم العرض الرائع في أشواط التميز، أشواط النخبة الفائزة وبشعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وصلت مرحبة، ويا مرحبة بمرحبة اللي انطلقت مع المركز الثاني، ذكرناها مع المركز التاسع، تنطلق انطلاقة ممتازة مع المركز الثاني بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير. من يتابع، من يعلن هذا الانطلاق المثير والتحديات، التحديات لفتون من تتسلل، والزعبيل من الجانب الآخر. زعبيل تنطلق بالصدارة عند لوحة 1200 متر النهائية، لوحة الإعلان، لوحة التذكير. يا سلام، زعبيل على الصدارة، زعبيل على مقدمة هذا الشوط، وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، من ينطلق بالصدارة مع الكوكبة الثلاثية، مع الكوكبة الثلاثية بشعار هجن العاصفة، زعبيل والفائزة وفتون. ولكن التسلل مع المركز الثالث. نتابع مرحبة مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقيادة سعيد بن راشد بن غدير. ولكن أرى التحديات أيضا، الانطلاق التحدي من الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن شينان المري. من أعلن هذا الانطلاق الجميل للدكتورة. اللحظات الأخيرة، التحدي الأخير والإثارة الحاضرة بكل قوة في هذه الأمسية التراثية الجميلة مع أشواط التميز، أشواط الإثارة. يا سلام، التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى زعبيل تنطلق بالصدارة، زادت من سرعتها في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، والمؤازرة لفتون والفائزة. يا سلام، الكوكبة الثلاثية بشعار هجن العاصفة، ومع زعبيل اللي قادت المجموعة بهذا الشكل الفريد، بهذا الاندفاع الرائع. تهانينا لهجن العاصفة على فوز زعبيل بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني الفائزة من هجن العاصفة، المركز الثالث مرحبا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع تصل في فتون من هجن العاصفة، والمركز الخامس الدكتورة لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول زعبيل إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 20 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير، مرحبا تصل مع المركز الثاني.
تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق بالتأكيد. 21 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهان لسعيد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. تسع دقائق 22 ثانية، جزء واحد من الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام. توقيت مرحبا، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهان لسعيد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت ايضا مع المركز الثالث.